عاد وثورة 30 يونيو التي جاءت لتعيد إحياء آمالنا وتطلعاتنا مصوبة مسيرة الوطن هي مصر جديدة. في كلمته بمناسبة أعياد تحرير سيناء، منصور يؤكد على أن محاربة الإرهاب والقضاء عليه هي الضمانة الوحيدة لاستقرار الوطن وتنميته. وزير الخارجية نبيل فهمي يتوجه إلى واشنطن في زيارة يجري خلالها محادثات هامة مع نظيره الأمريكي جون كيري. مجلس الأمن يطالب بفتح تحقيق حول مزاعم بشأن استخدام محتمل لغاز الكلورسان في سوريا، ودمشق تنفي الاتهامات جملة وتفصيلا. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة وبدايتها محلية. وعمر عبد المجيد إليك عمر. شكرا لك ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وكل عام وحضراتكم بخير. أكد الرئيس عدلي منصور خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أكد على أن حقبة البناء والتنمية المقبلة تحتاج إلى تخليص سيناء نهائيا من براثن الإرهاب. وشدد الرئيس منصور أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي، كما أنها لن تسمح لأي قوى بفرض نفوذها على العالم العربي. بني وطني، إننا نعيش في منطقة صعبة تموج بالأزمات والتحديات والمخاطر، لا نملك الانعزال عن قضاياها أو تجاهل انعكاساتها على الأمن القومي للوطن. نعي ارتباط أمن مصر القومي بأمن واستقرار الشرق الأوسط وبأمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومنطقة المتوسط والأوضاع في الدول الإفريقية لا سيما السودان ودول حوض النيل. لن تسمح مصر بتهديد أمنها القومي، ولن تسمح لأي قوى تسعى لبسط نفوذها أو مخططاتها على العالم العربي بأن تحقق مآربها. أكد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي على أن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائما رمزا لعظمة مصر وشعبها وقوة إرادة جيشها الذي لم يقبل بديلا عن تحرير الأرض واستعادة عزة الوطن وكبريائه. وأعرب وزير الدفاع خلال حضوره وقائع الندوة التثقيفية 11 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 32 لتحرير سيناء، أعرب عن اعتزازه وتقديره لشيوخ القبائل والعشائر ومواطني وبدو سيناء، مؤكدا أنهم جزء أصيل ومكمل للقوات المسلحة في أدائها لمهامها. أكد قائد الجيش الثاني الميدانية اللواء أركان حرب محمد الشحات سيطرة عناصر القوات المسلحة تماما على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، وشدد على أن الجيش يسيطر تماما على الأوضاع داخل سيناء. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى 32 لتحرير سيناء، أكد قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث الميدانية أن هناك تنسيقا كاملا مع الشرطة المدنية للسيطرة على الأوضاع الأمنية في سيناء والقضاء على الإرهاب بشكل نهائي هناك. 8 أشهر مضوا على بدء عمليات مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، والجميع يترقب الوضع الأمني هناك. اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في جنوب ووسط شبه الجزيرة مقارنة بالشمال الذي ناله الكثير من العمليات الإرهابية. الجزء بتاع جنوب سيناء الحمد لله الوضع يعني نقدر نقول مستقر بنسبة 90%. في وسط سيناء بيقل شوية لأن هناك تسربات
بتنزل من شمال سيناء، وهناك تنسيق كبير جدا مع الجيش الثاني المدني، بحيث لو فيه أي أعمال بتتم أو فيه هروب من الشمال في اتجاه جنوب، فالمنطقة تقريبا مغلقة بالكامل على الحدود بيننا وبين الجيش الثاني. في سياق ذاته أكد اللواء أركان حرب محمد الشحات قائد الجيش الثاني الميداني ارتفاع حصيلة مداهمات البؤر الإجرامية لتصل إلى حوالي 462، إلى جانب ضبط حوالي 3957 قطعة سلاح. هناك استهداف لعناصر الشرطة المدنية والقوات المسلحة، كانت محافظة الإسماعيلية الشرقية وكل هذا الكلام. بالفعل كانت هناك خطة واعية مبنية على حجم معلومات كويس جدا، كنا بنستهدف هذه البؤر الإرهابية والإجرامية، وبفضل الله عز وجل يمكن حضراتكم تلاحظوا ان الامر بالفعل نتائجه واضحة. هذا وقد أكد قادة القوات المسلحة اشتراك الجيشين بالتعاون مع الشرطة المدنية في تأمين كافة الأهداف الاستراتيجية، خاصة المجرى الملاحي لقناة السويس وكوبري السلام، واللذين هما محل استهداف من قبل العناصر الإجرامية. ما يقرب من عام مضى على مكافحة الإرهاب في سيناء، يزداد الألم مع سقوط الضحايا، لكن العزاء الوحيد أنهم يدفعون ثمن حرية البلاد من سطوة الإرهاب الأسود ليكملوا مسيرة خارطة الطريق السياسية في مصر. آية عبد اللطيف، التلفزيون المصري. يبدأ اليوم الرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أولى جولاته الخارجية بزيارة إلى دولة تشاد. وينقل محلب خلال زيارته للعاصمة التشادية نجامينا، والتي تستمر لمدة يومين، رسالة من الرئيس عدلي منصور إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. توجه صباح اليوم وزير الخارجية نبيل فهمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تشمل كل من سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن. ومن المقرر أن يجري فهمي خلال زيارته مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري تتناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية المهمة. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن مسؤولي الوزارة انتهوا من إجراء دراسة مستفيضة لبرنامج المساعدات المخصصة لمصر. وقال المتحدث إن الإدارة الأمريكية تدرك أن مصر تواصل حربها ضد الإرهاب في سيناء، وأن قوات الجيش المصري في حاجة إلى معدات إضافية لمواصلة تلك الجهود. وأضاف أن البنتاغون يواصل إجراء حوار مع مصر يتركز على مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن واشنطن بصدد تسليم مصر 10 طائرات من طراز أباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب. دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق موسع في التقارير الأخيرة التي تتحدث عن استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية في سوريا. وقد عبر أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم من المزاعم بشأن استخدام غاز الكلور السام، وذلك من جانب قوات الجيش السوري في هجوم على قرية تسيطر عليها المعارضة السورية. من جهته نفى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري استخدام قوات النظام السوري لغاز الكلور السام، مؤكدا على أن حكومته تتعامل بجدية مع الاتفاق المبرم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن الطائرات الحربية السورية شنت غارات بمحيط المخابرات الجوية في حلب اليوم، تزامنا مع اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية في المنطقة. يأتي ذلك بينما جددت قوة النظام السوري قصفها على حمص، حيث تعرضت أحياء المدينة المحاصرة لقصف بصواريخ أرض أرض وراجمات الصواريخ. من جانبها أفادت مصادر في المعارضة السورية مقتل أبو البراء الليبي قائد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش الحسكة وعشرة من مرافقيه في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشدادي.
اتفقت حركة فتح وحماس على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية عبر تشكيل حكومة الكفاءات ذات توافق وطني خلال 5 أسابيع يتبعها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 6 أشهر. جاء ذلك عقب انتهاء لقاء المصالحة الذي جمع وفدي الحركتين في قطاع غزة، حيث ثمن المشاركون في اللقاء دور مصر في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي استمر 7 أعوام. انطلقت عجلة تنفيذ اتفاق المصالحة بالإعلان عن رزمة من القرارات جاءت على صيغة بنود وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية لتعلن البدء بمرحلة جديدة تنهي حالة الانقسام. جلستان من المباحثات وصفت بالمثمرة نجحتا في التوصل لتفاهمات من شأنها إعادة ترميم البيت الفلسطيني. التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ. يؤكد الوفدان على تثمين وتقدير الدور المصري في رعاية اتفاق المصالحة، ويؤكدان على مواصلة هذا الدور وعلى الدعم العربي الشامل لتطبيق اتفاق المصالحة. سرعة ما هذا الإنجاز تدل على الرغبة الجامحة بنفوس الفلسطينيين جميعا من أجل تحقيق ذلك، وتدل على أن الوعي الفلسطيني أصبح في مستوى الأحداث والتحديات. تفاهمات أبرزها بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافقية يترأسها محمود عباس استنادا لاتفاق القاهرة وإعلانها خلال 5 أسابيع من تاريخه، وتفعيل الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وصولا لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة. الحكومة أمامها ملفات كبرى بحاجة إلى جهد الجميع وبحاجة إلى معالجة بأفق وطني وبمنظور وطني بعيدا عن المحاصصة فيما يتعلق بمؤسسات السلطة. بهذا البعد أعتقد يمكن أن تكون هذه الخطوة خطوة جادة. إجراءات كفيلة بطي صفحة قاتمة من تاريخ الفلسطينيين، لكن ذلك يبقى مرهونا بالكثير من العقبات الكامنة بتفاصيل الاتفاق، لتبقى الإرادة الحقيقية هي وحدها الكفيلة باجتياز مرحلة بالغة الدقة. من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الاتفاق مع حركة حماس على بدء تنفيذ مصالحة وطنية لا يتعارض مع محادثات السلام مع إسرائيل. وكان عباس قد أكد استعداده لتمديد المفاوضات مع إسرائيل حتى 3 أشهر لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من إبريل الجاري، مشترطا الإفراج عن الأسرى.